بسم الله الرحمن الرحيم. انا رجب محمد فاضل من المنيا، اخو الشيخ ابو يحيى مفتاح محمد فاضل. انا جيت تحرير النهارده عشان بس يعني نطالب بالمحاكم العاديه حتى للناس المدنيين، بلاش العسكريه، ومش هنتكلمها بلغه عربيه ونكبرها. يعني مثلا شيخ زي الشيخ ابو يحيى المفروض انه يتحروا بس الصدق شويه في القبض عليه، لانه والله الرجل كان في المنصوره ولا ليس له دخل في احداث امبابه لا من قريب ولا من بعيد. زي بعده هم قالوا محرض، اللي سمع المكالمات بتاعته للواء حمدي بدين قائد الشرطه العسكريه مسجله، والمكالمات للواء فاروق لاشين مدير امن الجيزه، والمكالمات للضابط الابله بتاع قسم امبابه اللي هو بيتصل بيه يقول له في مشكله في امبابه تحصل، يروح يتصل بالكنيسه يقول لهم الموضوع كذا كذا. المفروض انه ما يقولش كده، المفروض يحاكم اما بالعماله هذا الضابط او بالغباء. اسمه بالمناسبه عمرو محمد رضا، والله الشيخ ابو يحيى من داخل السجن هو اللي قال الضابط ده لازم يشهر بيه، وقولوا للي هو فاروق لاشين يحاكم الضابط ده اما بالغباء واما بالعماله للكنيسه. في رئيس مباحث قسم امبابه في سجن اسمه القاهره في ترى. اسمه المحكوم. والجلسه الاولى الناس كلها عرفت انها تاجلت ل4/9، ما اعرفش ليه البعد ده. وانا واثق ان الشيخ ابو يحيى مش محبوس عشان هو في احداث امبابه، انا واثق ان دي بس موائمه حالته الصحيه لا ممتاز جدا، وتعاملهم في السجن ممتاز جدا. مش الواحد يقول دي ودي معنويه ولا معنويات، معنوياته عاليه ومرتفعه ما شاء الله عليه، وبيالف كتاب جوه ان شاء الله يخرج بيه من السجن، وفي 6 بلطجيه اهتدوا على ايديه جوه السجن، وجلس مع مأمور السجن وعمل صلاة جمعة، كانوا بيعملوا قداس وما بيعملوش صلاة جمعة جوه. الحمد لله ربنا يبارك فيه، هو في كل مكان قائد بإذن الله، وبإذن الله نحضر إفراجه إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله.